التواصل يستمر أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، هنا مع انطلاقة هذا الشوط الأول للجعدان في هذه الانطلاقات الصباحية من خلال وجود هذه الأسماء المرشحة وكذلك الحاضرة من خلال تحديات شوط القعدان. نرحب بالجميع كل من يتابعنا هنا على أرضية هذا الميدان، كذلك ترحيبنا بكل الحاضرين وكل المتابعين أمام شاشة دبي ريسينج. من خلال هذا التحدي نسير إلى المركز الأول، يتقدم هنا مايهاب لسالم بن مبارك الزرعي، يتقدم مع أول الانطلاقات والمرشح الأقوى لنيل المركز الأول ولنيل ناموس الجعدان الأول، بينما في المركز الثاني ينضم مياسة لعلي بن محمد بن عبيد الخاطر إلى التحدي. المركز الثالث وصول من الذيب عبد الله بن خميس بن عمر الشامسي، وصل الآن هذا المركز الثالث، بينما المركز الرابع هنا يتسلل المبدع غدير بن سعيد بن غدير الاكتبي. المركز الخامس وصولا مشاهدي الاعزاء من عجيب محمد بن دايل بن سيف النعيمي يحتل المركز الخامس. السادس المراكز ناصي لمطر بن محمد بن مصلح الاحبابي، ولكن شوف التحدي الكبير، ياتي شعار العميمي مقدما الشبابي عبد الله بن سيف بن محمد العميمي، وكذلك الجانب الاخر ياتي الزناتي لأحمد بن محمد بن روية الخيالي قادما كذلك إلى سابع المراكز، وثامنا الذيب لمحمد بن سالم بن نايع الغفلي، تاسع المراكز الشامخ يمعة بن عتيج بن يمعة الرميثي، وكذلك عاشرا هملول عبد الله بن ثعلب الهايري. هكذا هي النتيجة أيها المتابعين الأعزاء، الأسماء الحاضرة الأسماء المتقدمة التي تقود مسار هذا الشوط، عودة إلى الشاعر، عودة لها لنزوة من جديد. وهنا يتقدم ويسير مبدع بالمركز الأول مع الشاعر المبدع غدير بن سعيد بن غدير الاكتبي، يصمد في مقدمة الشوط، يقود هذه المجاميع، يقود هذا المسار بكل قوة. بينما في المركز الثاني عودة إلى الذيب عبد الله بن خميس بن عمر الشامسي، بينما مايهاب المرشح الأقوى لنيل الانتصار حاضر، سالم بن مبارك الزرعي يحتل المركز الثالث، بينما العميمي يقدم الشبابي أسلوب. هو الشبابي قادم في هذه اللحظات، عبد الله بن سيف بن محمد العميمي آل العين حاضرين في هذه المنافسات، رباعية الشبابي الآخر قادم حسن بن عبد الله بن غليطة، ولكن عودة إلى الصراع ما شاء الله، مبدع الذيب ومبدع ومهاب والشبابي، رباعية على صدارة الشوط، رباعية على منطقة الخطر، لكن لا زال غدير بن سعيد بن غدير على مسار جلمودة مع مبدع بالمركز الأول، لكن الذيب عبد الله بن خميس بن عمر الشامسي، بينما الشبابي يتسلل. الله يا سلام، أي الشبابي حيوه، هذا هو الشبابي، حيو الشبابي حيوه عبد الله بن سيف بن محمد النعيمي ما شاء الله، او العميمي سلام عيناوي اهل العين، سلام المسعودي. هو مشاهدينا الاعزاء في المركز الاول، صباح الخير يا شبابي، صباح الخير يا اسد الميادين. هو الشبابي عبد الله بن سيف بن محمد العميمي منتزعا الناموس، منتزعا الانتصار. الشبابي تهانينا لك يا خليفه يا عتيج ويا سيف على الفوز والانتصار، قدم الانجاز المميز من خلال وجود الشبابي، اسم على مسمى. هو الشبابي، يوم من ايام الشبابي بالفعل، اول الانطلاقات اول التحديات، سلام وتحيه عيناويه لعبد الله بن سيف بن محمد العميمي. المركز الثاني هذا واللي وصل خذ المركز الثاني الحذاف مطر بن راشد بن مفتاح الشامسي، المركز الثالث مسامح لمبارك بن سهيل بن خادم الخيالي، والمركز الرابع وصل الذيب عبد الله بن خميس بن عمر الشامسي، وخامسا مشاهدينا الكرام
هملول لعبد الله بن راشد بن معدن الكتبي. هكذا كانت النتيجة، هكذا هو التحدي، هكذا هو الشبابي، حيث كان تحديه انطلاقته بشكله المميز والفريد والذي يعتبر نسخة من نسخ الشبابي ليسجل التوقيت اليوم الأفضل حتى اللحظة. ما شاء الله حطم التوقيت، راح بالتوقيت 4 دقائق و25 ثانية وجزء واحد من الثانية، بالفعل ليس غريبا على توقيت الشبابي. هنا عبد الله بن سيف بن محمد العميمي، وكذلك التحية لسيف بن محمد وخليفة بن محمد على هذا الانتصار وهذا التميز الكبير مع السلالة الشبابي. يا سلام. المركز الثاني 4 دقائق 29 ثانية، 5 أجزاء من الثانية كان الحذاف ليحتل في المركز الثاني. مطر بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي حاضرا في تحديات المركز الثاني. المركز الثالث مسامح المبارك بن سهيل بن خادم الخيلي، 4 دقائق و29 ثانية و9 أجزاء من الثانية وتوقيت الزمني ليحتل المركز الثالث.